هي التي تلامس أفكارنا وتدغدغ مشاعرنا، هي التي تبعث فينا الدفء والحياة، هي التي تغازل أحاسيسنا، هي الحاملة للقيم والرؤى. فبالثقافة ندرك أننا هنا وهناك، هي حصة ثقافية جامعة. هذه المؤسسة اللي هي صرح إعلامي لكنها صرح ثقافي وفكري. هذه المؤسسة اللي نشرت القيم الثقافية اللي احنا اليوم جيلنا متصلح بهم، وإن شاء الله نحبوا زادا نمرروهم للحاضر، الجيل الحاضر وللجيل القادم. أنا نحب من خلال التلفزة الوطنية نحيي كل إعلامي، كل صحفي، كل مصور، كل تقني، كل من خدم المواطن التونسي والمستمع والمشاهد وقدم له المعلومة وأفاده. المناسبة هذه هي عيد ميلاد 85 لإذاعة الإذاعة التونسية، مؤسسة الإذاعة التونسية للبداية بإذاعة تونس البريدية. اليوم ولات 12 إذاعة ما شاء الله، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس بمختلف معناها الإذاعات المركزية والجهوية. والجديد أنه هالمعرض هذا يتم لأول مرة في تاريخ هالمؤسسة هذه اللي بدأت من عام 1938، واللي الحقيقة أنا ريت أنه متعطشين، يعني قديش فرحانين أبناء المؤسسة قبل غيرهم بهذه المناسبة. حبينا نعمله ونرجع للتاريخ من اللي بدينا من عبر مر المراحل التقنية وكذلك مراحل الأرشيف اللي عرفتهم مؤسسة الإذاعة التونسية. كما قلنا معناها اللي بدأت إذاعة واحدة وصلت ل 12 إذاعة، وإن شاء الله نزيدوا نكبروا قدرة ربي. هذا قررت أنا، أو بريتو قررنا في الإذاعة الوطنية تحديدا والتونسية عموما، باش يقعد معرض دائم. مانيش باش بهذه المناسبة كهو بعد كنهزوا الماتريال ونمشي، سيكون معرض دائم سواء كان لأبناء المؤسسة أو لضيوف مؤسسة الإذاعة التونسية، على اختلاف مشاربهم، على اختلاف معناها أي ضيف معناها يجينا سواء كان في الاستوديو أو في المباشر، أو حتى ربما باش نفتحوه للمستمعين الأوفياء بعد بطبيعة ما للمستمعين الأوفياء حتى يجيوا ويزوروا ويعرفوا تاريخ هالمؤسسة العريقة هذه اللي كان عندها أنا نسميها ذاكرة وطن. بحضوركم اليوم يؤكد مدى أهمية الإعلام التونسي خاصة في مناصرة ومؤازرة القضية الفلسطينية. يعني هو في وجوده في كشف الحقائق لكافة الأكاذيب اللي انبنت عليها الاستراتيجيات القوى الاستعمارية وارتكزت لقواعدها التنفيذية وأدواتها التنفيذية في تزوير الحقائق، فتونس كان لها دور أساسي في عملية كسر هذه الأكاذيب. وخاصة أنه الكل يلاحظ الآن أنه قبل أن يستعمروا أوطاننا استعمروا عقولنا. الآن في تونس درجة الوعي كسرت كل هذه الحلقات التزويرية والاستعمارية، إن كان استعمار العقل أو استعمار الوطن. الشعب الفلسطيني واجه هذه الاستراتيجية بإمكانياته المتواضعة، وأيضا ثبت وجوده وحقيقة وجوده على الأرض، وانتصر على هذه الاستراتيجيات من خلال صموده على الأرض. انظروا ماذا يحدث الآن في فلسطين، إن كان في أهلنا في قطاع غزة، جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد الأطفال والنساء والحوامل والشيوخ. يعني العدد البنايات والسكن اللي دمر لا يمكن لأي إنسان أن يتخيله. وترى في الإعلام الغربي أنه بتطلع بيانات من الغرب أنه إذا رفعت علم فلسطيني في عاصمة غربية أنه بيقولوا عنك لا سامي. علم فلسطيني، فلسطين معترف فيها وثبتت وجودها بالجغرافيا وبالتاريخ وفي الديموغرافيا وعلى الأرض في مواجهة هاي القوى الاستعمارية. ندخل لهنا حنين كبير للتلفزة للإذاعة، لأنه تعرف اللي قناة 21 تولدت هوني
وانا تولدت هنا عمليا يعني مهنيا تولدت في هذا المكان وما نجمش ما يكونش عندي لي حنين كبير كبير برشا لانه خطواتي الاولى كانت هوني اللي تعلمناه الكل من الناس اللي سبقتنا واللي لقيناهم موجودين. وديما نقول الاذاعه هي الام والاذاعه والتلفزه ما ينفصلوش على بعضهم، معناها تعلمنا من الناس اللي لقيناها هوني تربينا على ايديهم وعلى ناس فارقتنا وغادرت هذا المكان اللي كيما نجيب الخطاب الله يرحمه وينعمه، ناس كبار تعلمنا عليهم مهندسين مديري انتاج، معناها كل من ساهم في اي صوره خرجت من الاعمال اللي عملناها هي كانت من ضمن كل ابناء الاذاعه وابناء التلفزيون. كل عام وان شاء الله الاذاعه والتلفزيون حيين بخير، وان شاء الله بالرغم من كل ما هو تطورات تقنيه وحديثه للاعلام والتواصل تقعد راديو راديو والتلفزه تلفزه خاصه تعتبر اعلام التقليدي اللي هو الام وهو اللي راسخ والعرس نتاع الاعلام بصفه عام. هذا الاحتفال يزيد شعرنا بالمسؤوليه باش نزيدوا نجتهدوا باش نقدموا اكثر، خاصه وانه المنافسه كبيره برشا. الاذاعه التونسيه وقت اللي تكونت ساهمت في النضال الوطني وساهمت في التحرير الوطني، والان لابد ان تواصل المسيره من خلال المساهمه في اناره العقول في الحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي وايضا في الحفاظ على اشعاع تونس محليا واقليميا. ان شاء الله كي نكملوا المعرض الكل مثلا للزاير احنا ماذا بينا من بطول المده يولي كيجي مثلا باش نجي لابراهيم المحوشي طاهر مبارك اسماء كبار ياسر الصغار ما يعرفوهمش باش تولي بالعالميه مثلا يحط كاسك وينزل على ينزل على البوتون يخرج له السي في نتاع طاهر مبارك ولا ابراهيم المحواشي او كذلك نجيب الخطاب ولا او بشير رجب او عبد المجيد الساحلي برشا عباد ما تعرفهمش. كان المعرض باش يتعمل في مدينه الثقافه لكن خيرنا باش يتعمل في بهو الاذاعه باش يقعد مره واحده لهنا باش اي انسان يجي للاذاعه ضيف مناسبة باش معناها يعمل زورة في المتحف ويتحصل وياخذ فكرة على مختلف التجهيزات. معناها في التجهيزات مثلا نجم نقولوا في المصادح اللي موجودة، فما بعض المصادح حاطت عليهم معناها معلومات للناس اللي تحب الذكريات وتحب تسترجع برشا حاجات قديمة. مثلا فما ميكروفون موجود كاتب عليه اللي هو نفس الميكروفون غنت به أم كلثوم وغنى به عبد الحليم في سنة 1968 في تونس. فما ميكرو آخر مثلا مصدح معناه خاطر ميكروفون مصدح آخر معناه كان هو المصدح البريفيري متاع فريدي ميركوري متاع جروب كوين والكونسير المشهور في أمريكا اللي تعمل وودستوك للناس المغرومين بالروك وكل شيء. المصدح هذا معناه كان هو أكثر مصدح مستعمل وهو مصدح معناه أمريكي. عرض هذا مشاركين فيه يعني كل المصالح اللي موجودة في مؤسسة الإذاعة التونسية وخاصة مصلحة الأرشيف ومصلحة الروبورتاج الإذاعي والمصلحة التقنية بصفة عامة. اليوم معرض هذا فيه المعدات التقنية اللي استعملت فيهم حتى من عام 30 ومن عام 40 وكذلك في فترة الاستقلال وبعد الاستقلال وفي الفترة كيف تحولت الإذاعة من التردد إلى الرقمي، يعني المعدات التقنية اللي مرت بها الإذاعة التونسية كل اليوم موجودين في المعرض وكذلك مجلة الإذاعة التونسية الإذاعة والتلفزة التونسية اللي زاد كيف فيها عدة يعني كتابات مكتوبات اللي ما هيش موجودة البرة موجودة كان في مؤسسة الإذاعة التونسية. مشيتني حافي ميزان ما أتقلك هديت لي كتافي
دابت حشيشة قلبي يا يما لجلكم دابت والشعرتين السود يا يما في قلوبنا دابوا والشعرتين الشجر يا يما في روسنا دابوا فارس يا شمعتي سهيلي يا مالي فارس يجيب الدواء والسهيل يداوي لا تحسبون طالت الغربي يا يما ونسيناكم كل ما طالت الغربي يا يما تذكرناكم جمال يا جمال جمال يا بن عمي خذ لي هالسلام لبو سلام من خاطري كلام من تمي صبرت صبر الخشاب تحت المناشير صبرت لن استوى لحم العصافير وحياتك تكبر على عمرنا نجيال ولا ربيال على عيس على حلمنا
هذا الحفل التضامني لما يقع في فلسطين اليوم؟ اللي يقع في فلسطين اليوم مجزرة لا يمكن أن نجد لها حتى نعت. هذا ضرب عرض الحائط لكل القوانين والمواثيق التي وضعتها الديمقراطيات أثر الحرب العالمية الثانية كي لا تنتهك حقوق الإنسان في حالات الصراع. وما نراه اليوم مخزي ومخجل. هذا في الحقيقة هو الفن، يمكن أن نطلق عليه كالأدب مأساة أو لا يكون. والثقافة هي تطرح القضايا الإنسانية العميقة، تطرحها للتفكير. اليوم هو لقاء تضامني، مساهمة إن شاء الله بسيطة، إن شاء الله تتبعها مساهمات أخرى لإخواننا في غزة. الله يرحم الشهداء، وإن شاء الله ربي ينصر الحق، وإن شاء الله يصبر اللي يبقاو حيين، وإن شاء الله ربي يحييهم، وإن شاء الله الظلم راهو ديما ينتهي. وحدي أنا العربي تسمو عن دمي كل الضفاف، أدعى إلى الموت كما يدعى سواي إلى زفاف، وعلي أن أرضى ولن أرض الجميع وأن أخاف. يحيى السلام، يحيى السلام، لكنني لا أفهم. أنا نحب نشكر الفنانين اللي كلهم الفرقة كلهم معناها تبرعوا بهذه الأمسية الفنية الثقافية اللي هي بتبيع فيها فن ملتزم. يا راجع عني بعيد، شو رجعك إلنا؟ شاب الزهر في عيني يابا والعين بتستنى، والعين بتستنى. وزارة الثقافة معناها ألغات كل الاحتفالات اللي عندها طابع تاع فرح وبهجة، لكن أبقينا على كل العروض الفنية اللي هي تطرح قضايا إنسانية وغيره بما فيها هذا الحفل. إن شاء الله زاد باش نعمل أسبوع للسينما الفلسطينية، وإن شاء الله فما العديد من التظاهرات في تونس.